قول لي يا خالد، انا حلوه قدامك ولا وحش؟ قمر طبعا صوتي حلو وبعرف اغني ولا لا؟ ممتاز. بعرف ادي ادائي كويس ولا لا؟ ادائك طبيعي ومتميز. كتير عليا كتير عليا يبقى عندي فانز. اشمعنى مريم فارس مثلا عندها المريميز، مايا جاب عندها الديابرز، هيفا عندها الهيفاهوليك، اليسا عندها الاليسيانز، ليه ما يبقاش في يوم من الايام جروب فانز اسمه الهيفا؟ ليه خالو؟ انا مش فاهم انت قلت ايه اساسا. عشان بقى حضرتك سوري معلش اولد فاشون، في جابه بين الاجيال، عشان كده انا هفضل قاعده مكاني هنا مبطوطه كده بتفرج على خالته بتطبخ في التلفزيون. في الاخر بقيت اولد فاشون.